عيد مجيد للجميع، وإن شاء الله عيد مبارك لكل السوريين، عام سلام ومليء بالحب للكل. إن شاء الله بيكون سلام وخير على سوريا كلياتها وأهلها. نتمنى يكون الوضع أحسن إسه. والله الأمنيات كتيرة، الأمنيات كتيرة كتيرة، يعني ليش؟ لأنه بحاجة لأشياء كتيرة. أهم شغلة هو موضوع الأمان لبلدنا. الشيء الثاني أنه تسود المحبة كل الناس. الشيء الثالث طبعا يعني أنه تسود المحبة، بمعنى تسود المحبة في المعاملة، مو بس بالعلاقة، بالمعاملة وبكل شيء. يعم الخير على الشعب التعبان، لأنه شايفين ظروف البلد كيف صايرة، وإن شاء الله سنة خير على الجميع، بينعاد عليكم بالخير. إن شاء الله بينعاد على الشعب كله وعلى الأمة، ونرجع مثل أول ويرجعوا المغتربين لعنا. نحن كتير مبسوطين بالعيد، وهالبلد كتير حلوة ما شاء الله، ورح نضل كل سنة أحلى من الثانية. من كل العالم ومن كل شعب البلاد كل عام وأنتم بخير وفصح مجيد للكل. أتمنى ينعاد على الجميع بالخير وبالصحة وبالعافية، وإن شاء الله السنة الجاي أو إن شاء الله يكون الوضع أحسن للبلد وللناس وللجميع يكونوا بخير. كل سنة وأنتم بخير، ويضلوا الجميع بخير، والوطن والبلد بألف خير إن شاء الله يا رب.